الأم السورية أداة للمسخرة على السوشيال ميديا، فنحن بدل ما نعطي انطباع مقدس عن أمهاتنا وتكون الأم السورية مثال جميل قدام العالم، عم يتعمد اليوم بعض أطفال السوشيال ميديا على تحطيم صورة الأم السورية ويخلوها مثال للمسخرة والتفاهة. شي واحد بيلبس حجاب وبيصير يقلد أمه كيف تمسح يوم الجمعة وكيف بتفيقه من النوم وهي عم تدعي عليه. شي واحد بيجيب حمار لأمه على البيت بعيد الأم وبيصير يشدها لحتى توقف جنب الحمار. واحد تاني بيحط قدامه مجموعة من الأحذية وبيصير قال يصوب على لوحة قال هي أمه وهي عم تتدرب كيف ترمي عليه الأحذية. شي واحدة بتصير تعيط وتجن وتصرخ، كله بيحط لك على الفيديو جملة لما أمي تفيقنا يوم الجمعة، لما أمي يكون عندها وقت فراغ، لما أمي تحكي مع خالتي. يعني والله شيء بيرفع الرأس. أنا بس جاء بالي أعرف إحساس أم كل واحد فيكم لما تشوف هالمسخرة يلي أنتوا عم تعملوها. يعني معقول داقت الدنيا فيكم على محتوى وما ضل غير أمكم؟ يعني حدا بيتمسخر على أمه لحتى يعمل مشاهدات؟ عملتوا منظر الأم السورية قدام الناس إنه هي مجنونة وإنه بتدعي على أولادها وإنه هي سرسارة. طبعاً أي أم سورية هي بريئة من أفعالكم ومن هالمسخرة يلي عم تعملوها. ما بعرف لوين وصلنا، بس إنه تصير الأم أداة للمسخرة ولم المشاهدات، هي ما بتطلع غير من مخ فاضي.